اي زيت انا بنزل لتحت انه خففوا شوي تعبئه بس عشقه يعني اسم الله فلكت العالم بدك قانون لحتى انه يبعدوا عن بعضهم يفتح البلد على شو يعني شو اللي ناطرنا ما هو لما ينفتح البلد بكرة اليوم حتبين حيدوب التلج ويبين المرج بيقولوا حتشوف العالم الطامة الكبيرة اللي صرنا فيه قصة الأسعار مش طبيعية وعدم توفر المال لدى الناس تفتح الحكومة ولا تسكر الأمر سيان صراحة في أمور تانية عليها الحكومة تعملها أهم تفتح وتسكر البلد يعني